بس يا نعيمة يمكن انت اجيتي على العنوان الغلط، لانه انا حكيم وبطبب الناس بالادويه والاعشاب، يعني شغلتي ابدا اكتب لك احجار. مش مين قال لك اني جاي لعندك لحتى تكتب لي احجار؟ من شان شو جاي لك؟ عندك لتصير مطرح ولا يهمني، كبير ماله قرار، وياما ناس معترفين لي بشغلات بتشيب من كثر ما هي خطره. اصبح يا شيخ مهران انا رح اقول لك سر خطير. هاتي اشوف. بدي سمم حماتي. نعم بدي سمم حماتي، لانه ما عاد عندي حل ثاني غير هالحل. يعني يا اما سمم حالي وبخلص من هالعيشه، يا اما سممها هي قبل ما تسممني. شو شغله مين بيسبق يعني؟ اما هاي سمعه، وانت الثانيه موافقه على كلام رفيقتك؟ انا بصراحه حاولت معها كثير لحتى تغير رايها، بس الظاهر ما في فايده، عنيده وكلي براسها بدها تعمل. بقى مشان الله يحكي بدي منك ترتب لي دواليب لحتى سمم حماتي بدون ما حدا يحس ولا يدرك. وشو بتريد انا جاي؟ بس يا نعيمه هي جريمه، جريمه كبيره. ليش يلي عم تعمله فيني مو جريمه كمان؟ ما بعرف، بس يا نعيمه انا ما بقدر شارك بهيك جريمه ابدا. ان شاء الله يا حكيم لا تخيبني ظني فيك. بعدين لازم تعرف اني انا فيك وبلاك ناوي اقتلك، يعني اذا انت ما ساعدتني رح اعمل يلي براسي وبطريقتي، واللي بده يصير يصير. بقى ساعدني الله يخليك حتى يموتك ثوابك. ايوه يموتني ثوابك. طيب خلص رح ساعدك، بس يا ترى حمدي معك مصاري؟ قديش بتريد؟ انت شو بتقدري تعطيني؟ تفضل شيخ مهران، هي صيغة عرسي فيها، أسامي الذهب وخواتم الألماس. ما في مانع رح أقدر، بس المهم يكونوا طالعين من قلبك، لأن أنا ما بحب آكل حرام. يا سيدي طالعين من جوات قلبي، بس أنت خلصتني الله يخلصك من كل أذى. ولا يهمك يا نور عيني،